السلام عليكم. This is Blackinma. أكيد لاحظت عند أصحاب البي سي سيت اب يستخدمون خلفيات حية، فجربت أنزل مثل هذه الخلفيات لكن طلعت بفلوس المحفظة. لكن اليوم جبت لكم طريقة كيف راح تحط هذه الخلفيات مجانا، والطريقة جدا سهلة، فيلا نبدأ. اولا نروح على خانه الوصف اسفل الفيديو، ويا ليت اللي مو مشترك بالقناه يشترك. ننزل شويه من قائمه الرابط المستخدمه في الفيديو، نضغط على الرابط الاول راح ياخذك لموقع mylifewallpapers.com. من هنا ننزل الى قائمه how to ونختار الاختيار الاول MLW software for PC. بعد ما نختار الاختيار راح ياخذني لصفحه ثانيه، ننزل لمنتصف الصفحه راح يطلع لي خيار download بجانبه اصدار البرنامج اللي راح نحمله. انا الان اللي راح انزله هو اصدار 2.5. نضغط على داونلود راح يبدأ عندي التحميل المباشر. بعد ما ينتهي التحميل ممكن اني اضغط على فتح الملف. هذا الملف اللي حملته زي ما انتم شايفين في الشاشة راح انقله لسطح المكتب. الملف مضغوط فراح احتاج افك الضغط، وكالعادة راح احط لكم رابط برامج فك الضغط في خانة الوصف في الديسكريبشن، ونختار على فك الضغط في ملف واختار وين ابغى احفظ البرنامج. مثلا انا راح اختار في الديسكتوب، اضغط على اوكي. بعد ما يفك الضغط راح يطلع لي برنامج التثبيت، ممكن اني احذف الملف اللي حملناه، وهذا هو برنامج التثبيت. ممكن اني اروح على run as administration اللي هو الفتح كمسؤول، او اني اضغط على open اللي هو الفتح، اضغط على yes. الان جاتني صفحة setup اللي هي صفحة تثبيت البرنامج. من هناك ممكن اني اختار وين ابغى اثبت البرنامج واضغط على next. ممكن اني اترك الصح هنا واضغط على next، بعدين اضغط على انستول. بما اننا نبغى نفك البرنامج ونخلي الصح ونضغط على فينيش. الان فتح عندي البرنامج، هذه هي واجهة البرنامج. الان ممكن اني احذف برنامج التثبيت عشان احفظ المساحة. نرجع لصفحة البرنامج. الان راح نحط الخلفية، فنروح على اد فيديو، نروح على البراوز عشان نحط الخلفية. الخلفيات موجودة في النت تقدر تحملها بكل سهولة. نرجع على الموقع اللي حملنا في البرنامج، نضغط على هذا الخيار راح يرجعني للصفحة الرئيسية. من الصفحة الرئيسية راح تشوفوا في عدة خلفيات ممكن انك تحملها. مثلا عندي هنا خلفية لوفي، اضغط على الخلفية اللي انا ابغاها، انزل شوية الى منتصف الصفحة راح تجيني عدة خيارات، وهي خيارات التحميل. مثلا هذا الخيار مكتوب 4K، اذا كانت شاشتك تتحمل صيغة 4K فممكن انك تحمله 4K، او ممكن انك تحمله Full HD راح يشتغل على كل الشاشات، راح يبدأ عندك التحميل. انا عندي الخلفيات فممكن اني احذف. الخلفيات موجودة في النت في اكثر من موقع، مثلا هذا الموقع. من هنا كمان ممكن تنزل خلفيات. نقفل المتصفح. بعد ما تحمل الخلفيات ممكن انك تحطها في ملف. انا الان حطيت الخلفيات اللي انا محملها في ملف في سطح المكتب. نرجع على اد فيديو ونروح على براوز اللي هو التصفح، نضغط على براوز، نروح على الملف اللي انت حاط فيه للخلفيات. انا وضعته في الديسكتوب في سطح المكتب، وهذا هو ملف الخلفيات. اضغط على الملف، الان ظهرت لي الخلفيات اللي انا منزلها، فاختار الخلفية اللي انا ابغاها واضغط على open. زي ما انتم شايفين تغيرت عندي الخلفية. هذه الخلفية انا استخدمها كثير، تعطيني مود ان الكمبيوتر حقي خاص للالعاب. نرجع على البرنامج، ممكن انك تضغط على براوز مرة ثانية وتختار خلفية ثانية على حسب اللي انت تبغاها. مثلا خلفية مايكي من انمي توكيو ريفنجر، ممكن انك تصغر البرنامج. الان راح اوريكم بعض الاعدادات المهمة تجي على القائمة الصغيرة هذه. تضغط على البرنامج، ممكن انك تضغط على هذا الخيار راح يوقف لك الخلفية يخليها صورة عادية. اذا كانت الخلفية فيها صوت ممكن انك تسوي لها ميوت، وتفك على البرنامج مرة ثانية من هذا الخيار. الان برجع الخلفية الحية، ونجي على خيار بلاي ليست، ونشي قائمة تشغيل على حسب الوقت اللي انا ابغاه. نجي نختار اد فيديو وبراوز، نختار الخلفية الاولى مثلا ايرين ايجا، نضغط على اوبن، نضغط على ابلاي اند جو تو ذا بلاي ليست، وتختار الخلفية الثانية اللي انت تبغاها، تضغط على براوز وتروح للخلفية الثانية. مثلا بختار هذه الصورة نينجا، اسوي نفس الخيار ابلاي اند جو تو ذا بلاي ليست،
وأضيف خلفية ثالثة. مثلا راح أضيف هذه الخلفية جيت وأضغط على Open. من هنا عندي خيار مهم، لازم إني أضغط على Active Playlist عشان تتفاعل عندي قائمة التشغيل. من هنا نختار المدة الزمنية، راح تتغير الخلفيات مع الوقت. الآن راح أوريكم شيء أنا أسويه دائما. ممكن إنك تضغط على زر الحفارة الأيمن وتروح على View، تروح على Show Desktop Icons. هذا الخيار راح يخفي الأيقونات الموجودة في سطح المكتب. وفي نقطة أخيرة، إذا عندك موهبة في تصميم الخلفيات، ممكن إنك تصمم خلفيات وتحطها كمان خلفية للشاشة. أنا هنا صممت خلفية لشعار القناة، فممكن إنك تسوي نفس الشيء، تصمم خلفيات وتحطها في سطح المكتب. وإلى هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك إذا عجبكم المقطع وفعلكم، وتشترك بالقناة عشان توصل لكم مثل هذه المقاطع أول بأول. وفي أمان الله.